ساهم في هذا النشاط بيدي و اعطيكم نبذه على نباتات وضعها في الليله. وشكرا واشكر الاداره واشكر المدير وكافه الاساتذه واشكر مستودع ردانا الذي ساهم بهذه النباتات لكي يتعرف عليها الطلبه وشكرا. لأنها كتمتص الأكسيد الكربون وتتمكن لنا الجو من التلوث. هذا النحلة تاع هي ديال الظل كتسمى فينيكس. هذه كتشوفوها بحال بحال تسميها البنات. هذه لارف دي فواياجور كتسمى لارف دي فواياجور. هذه لا ريسين. هذه كلوروس. هذا كيتسمى جيرانيوم زولا. هذه لانتيميس كتشوفوها. هذا لامباسيون دي غابون. هذه كتشوفوها. هذا لامباسيون دي غابون. هذا كالانكوي افريكان. هذا شو دوغلومون. هذا هو الشوفلور. شو داك الشو اللي كناكلو ولكن اش بقى التهجين ديالو. هذا التهجين ولا ديال الديكور. هذا شو دوغلومون. هذه كلوروس. هذيك من الفصيله ديال هذه. هذه كذلك فيكوس. هادو الحوامض لي زاكلي. هادو لي غوزي يعني الورد. هذه بيفونش.
هذه بيرغوش هذه يعني كتصبر لاي اسمتو بطاقه كتكون فيها وكتصبر لحتاش كتصبر هذا ودائما هي منوره. هذه كروطون هذه اللي ملي كتزع ماشي بالبن الزريعه بنت الزريعه كتكفر بالبن جيد. هذا كما تقول هذا فروشير هذا ديال الضرب هذا ديال الضرب اذا كان كيكسي تتميز لي كابتيش ف امريكا تتميز هذا الكابتيش هذا ماشي ديال مكسيك هذا ديال فلوريدا ديال امريكا. هذه لاروغيي هذه الدفله هذا بوغافيي هذه شديه قصيره أستاذ محمد مبتاع أستاذ مادة الاجتماعيات والمنسق العام لنادي البيئة والتنمية المستدامة بثانوية رحال المسكينين الإعدادية بمديرية تردانت بادئ ذي بدء وتنفيذا للبرنامج الذي سطره نادي البيئة والتنمية المستدامة منذ بداية السنة بحضور جميع أعضائه عبد ربي ثم أستاذات فضليات أستاذة حسنة عزمي الأستاذة فائزة بومدور الأستاذة نزهة بحجي ثم الأستاذ عبد الرحمن إلياس زغموزي وعبد ربي الأستاذ محمد أمدح اتفقنا على وضع برنامج. هذا البرنامج تم تنفيذه بعد أن نظمنا 6 لقاءات بمعدل لقاء كل شهر لقاء ثقافي الهدف من ورائه دعم التعلم الذاتي في ظل جائحة كورونا وكذلك دعم تقوية التعلمات للتلاميذ. وخلال هذا الأسبوع ما بين الأسبوع الذي نعيشه اليوم هو من 29 مارس إلى 3 أبريل نعيش الأيام التراث البيئي بتنسيق مع مستنبت ردنا وكذلك بتنسيق مع عدد الأساتذة الذين يؤطرون الورشات كل يوم لترسيخ الثقافة البيئية التي انتقلت من الأقسام الدراسية إلى الساحة وهذه المزاوجة التي نوهبت بها الإدارة التربوية بالمؤسسة وكذلك جميع الأساتذة والأستاذات الذين نشكرهم على الزيارة وكذلك على التفاعل الإيجابي مع هذه الأنشطة ودون نسيان الشكر الجزيل للسيد المدير الذي والأطر الإدارية التي تدعم كل هذه المبادرة. وبدوري نشكر السيد أحمد طهر أستاذ الجامعة المتخصص في النباتات الذي أطر ورشات طيلة هذه الأيام وهذا الأسبوع الثقافي ونقوم بزيارة 5 دقائق إلى 10 كل حصة على جميع الأقسام وذلك لشرح مضامين هذا المعرض النباتي الذي يضم جميع النباتات المتواجدة ببلادنا وأشكركم جزيل الشكر.